ما تتكلم يا علي، ايه اللي ممكن يبقى اهم من ان مراد كان على علاقه بورد وان التوأم دول طلعوا ولاده؟ ولا انت بتقول ان في حاجه اهم عشان تبرر هروبك مني الفتره اللي فاتت دي؟ هروب يا نازلي؟ هو انت لسه لغايه النهارده متخيله ان انا ممكن اهرب منك او اكذب عليكي؟ ما انا قلت لك ان انت بتهرب مني ولسه بتهرب برضه. لا انا كنت بحاول اخد وقتي بس عشان اتاكد من اللي انا هقوله لك دلوقتي. انا عايزك تجمدي يا نازلي، اللي هقوله انا عارف انه هيبقى صعب عليكي بس ما قداميش حل تاني. ده أهم وقت نبقى فيه كلنا مع بعض عشان نعرف نفكر صح ونشوف هنتصرف ازاي. مسموم؟ معقولة؟ هي العيلة دي فضايحها مش هتنتهي بقى؟ أنا اللي مش قادرة أفهمه بقى، ليه اسمت فجأة كده فجرت البركان ده؟ لو هي شاكة أو حتى يعني متأكدة إن جوزها مات مسموم، ليه فضلت ساكتة لغاية دلوقتي؟ هي شكلها اتجننت. تعرفي انا بحمد ربنا ان احسان ابني كان موجود عندنا في الفيوم يوم ادهم ما مات، والا كان اتهموه ان هو اللي سممه وهم عملوها قبل كده. طب هي متهمه مين دلوقتي؟ بصي احسان بيقول انها لغايه دلوقتي مش متهمه حد بعينه، بس الطب الشرعي بقى بيأكد ان ادهم مات مسموم. لا انا كده اخاف على نفسي بقى. أخويا الكبير، كلنا محتاجين لك، أنا ومامتك وأمال حتى أمي محتاجين نحس إن إحنا ممكن نرمي أي هم عندنا على راجلنا عشان إحنا عندنا طار ولازم ناخده. أنا مش فاهم، هو أنا بس اللي مش واضح لي الكلام ولا في حد تاني؟ يمكن لو قريت الطلب ده تقدر تفهم اللي أنت مش قادر تستوعبه. أنا مش فاهم هو إيه اللي مش واضح في الكلام؟ اسمة هانم اتقدمت بطلب رسمي لإعادة تشريح جثة جوزها أدهم بيه حفظي، لأن هي شاكة إن الوفاة حصلت بطريقة غير طبيعية. فجأة كده؟ بعد طول المدة دي كلها؟ فجأة ومش فجأة، ده سؤال ما تسألوش أنا يا مربيه، تسأله الاسم تهانم لأن محدش غيرها عنده إجابته. أنا جاي أطلبه بشكل رسمي تسهيل التحقيق مع الأطراف المعنية، وأنت أقولهم يا مربي لأنك محط اتهام. اتهام بإيه بالظبط يا فندم؟ إنك سميت أدهم حفظي عشان تحرم أمين من الميراث. فعلا؟ بالسهولة كده أي حد بيتهم أي حد بأي حاجة؟ يا فندم دي حالة وفاة حصلت من سنة ونص تقريبا، وفي شهادة وفاة معتمدة واللي بناء عليها الجثة اتدفنت، فمش طبيعي ان يحصل تحقيق تاني في الموضوع. ما انا بقول لحضرتك انا جاي اطلب بشكل رسمي تسهيل التحقيق مع الاطراف المعنية، وانت عودتني يا مربي دايما انك اول واحد بتقدم لي ايد المعاونة وانا بحقق في الجراند اوتيل. وانا تحت امرك يا حضرة الصاغ، والمرة دي اكتر من اي مرة قبل كده، عشان لو اللي حضرتك بتقوله ده فعلا حصل هبقى انا اكتر واحد مهتم يعرف مين اللي عمل الجريمه دي. مجرم زي ده لازم ينول عقابه. ها ايه المطلوب؟
افندم. مش هاخد من وقت حضرتك كتير، وعدك عمري ما هزعجك تاني ابدا. بس ارجوكي تسمعيني. حرام عليك، انت ازاي تسيبني قاعده كده من امبارح مش فاهمه حاجه؟ كانش ينفع اجي امبارح يا وردي، كان نفسي بس ما قدرتش، وفي اوقات كتير قوي مش هعرف اجي فيها. لا، ما انا مش هفضل قاعده هنا مش فاهمه، انا لازم افهم راسي من رجلي. احنا ما ينفعش نغلط خالص اليومين دول، ولازم نفضل مركزين قوي لحد الكابوس ده ما يخلص، وكمان محتاجين كل واحد فينا يحس بالتاني اكتر. ورد انت مش فاهمه انا بتعامل مع الناس اللي بيني وبينهم شكله ايه. انا مخي هيتحرق من كتر التفكير، وانا مش هخسر. احنا مش هنخسر يا ورد، مش هنخسر. انا جاي دلوقتي عشان عايزه اصعب عليكي، أرجوكي تسامحيني. أنا بترجوكي تسامحيني وتغفري لي وتخلي هو كمان يسامحني، وتقولي له بنتي راضية عنه، مش هتزعلي منه لو سامحني. حاولي تعتبريني انا كمان بنتك. تخيلي، تخيلي لو بنتك حصل اللي حصل لي ده، كنت هتعملي معاها ايه؟ اكيد الست اللي تربي راجل زي حسين تسامح وتغفر. أنا عارفة إني غلطانة وندمانة، أرجوكي تسامحيني، تخليني سامحني عشان أنا محتاجة أيوه. على ما افتكر يا فندم مفيش اي حاجه مش طبيعيه حصلت في اليوم ده، سواء في الاوتيل او فيما يخص ادهم بيه الله يرحمه. اه بس انت لازم تفتكر كويس يا مربي، لان ايه تفاصيل حصلت اليوم ده مهمه جدا. فندم حضرتك بتتكلم عن يوم تقريبا عدى عليه سنه ونص، فطبيعي ان انا ما اكونش فاكر. اليوم ده ادهم بيه مات نتيجه جرعه سم. ايه تفتكر ممكن يكون انتحر؟ مستحيل ادهم بيه يكون انتحر، لانه عمره ما كان من الشخصيات اللي ممكن تفكر في الانتحار. وادهم بيه في اخر ايامه كان مبسوط جدا وحالته النفسيه كويسه قوي. اه يعني انت ترجح ان السم اداسله بفعل فعل. ولا حتى دي اقدر اجزم بيها يا فندم. مربي، ادهم بيه مات نتيجه جرعه سم، حاجه من الاثنين، يا اما يكون انتحر يا اما يكون السم اداسله بفعل فعل. وانا قلت لحضرتك استحاله ادهم بيه يكون انتحر. طيب على حد علمي انت كنت الاقرب لادهم بيه. مش بس الاقرب ليه، ده كان زي ابويا الله يرحمه. تفتكر مين ممكن يكون ليه مصلحة إن هو يسمه؟ مفيش حد ليه مصلحة إنه يسمى أدهم بيه، لأنه كان محبوب من كل الناس يا فندم. صحيح كان عنده شوية منافسين، بس عمره ما كان عنده أعداء.
التاريخ اللي أدهم بيه كتب فيه الإقرار اللي يثبت فيه حق الست سكينة وأمين في الميراث، وإن الست سكينة تبقى مراته وإن أمين يبقى ابنه. ده تقريبا كان قبل وفاته بخمس أيام، مش كده؟ تقريبا. ما تفتكرش إن هو حكى لك أي حاجة عن الموضوع ده؟ لا، أدهم بيه عمره ما حكى لي حاجة عن الموضوع ده. يعني لحد ما مات ما كنتش تعرف أي حاجة عن موضوع الإقرار؟ مش بالظبط يا فندم، لأن عرفت بعد كده، بس مش من أدهم بيه الله يرحمه، عرفت من اسمة هنا. بمعنى؟ قالت لي إن هي شافت الإقرار وقريته وحكيت لي على اللي مكتوب فيه، بس الحقيقة ما أعرفش إذا كان أدهم بيه كان عارف ولا لأ، لأن بعد كده الإقرار اختفى. وأكيد واقع الإقرار ده على اسمة هانم ما كانش لطيف خالص. أكيد يا فندم، كانت غضبانة جدا. وتفتكر ليه اسمة هانم حكيت لك وما فكرتش تحكي لواحدة من بناتها؟ عشان على ما أفتكر كانت نازلي وقتها في إنجلترا، وأمال كانت لسه عروسة جديدة، وزي ما قلت لحضرتك أنا كنت زي أخوهم التالت، فكان طبيعي إن هي تشكني في حاجة زي كده، خصوصا إن في ضرر واقع عليا بشكل مباشر يا فندم من الإقرار ده. وليه ما نقولش ان رد الفعل الطبيعي ان انت اللي كنت سميت ادهم بيه، وخصوصا زي ما بتقول ان انت متضرر بشكل مباشر؟ عشان انا استحالة اسم ادهم بيه يا فندم. اخر مره شفت ادهم بيه امتى يوم وفاته؟ ليلتها على العشاء شفته، وبعد العشاء انا جيت على المكتب عشان كان عندي شويه شغل، وبعدها على ما افتكر بساعتين كلمتني اسمة هانم وقالت ان هو تعبان قوي، فكان الطبيعي ان انا اجري علشان اجيب الدكتور، وعلى ما رجعت الاوتيل كان تقريبا توفى الله يرحمه. اه، مش ده الدكتور اللي كتب في شهاده الوفاه ان سبب الوفاه سكته قلبيه مفاجئه؟ مش كده ولا يا مراد؟ هو مش بس الدكتور اللي ادهم كان بيتابع معاه، ده كمان صديق العيله. بس انا فهمته من الست سكينه من خلال اقوالها ان ادهم بيه الله يرحمه كان بيعاني من الام حاده في معدته، وان كان في اثار قيء، مظبوط؟ مظبوط، صح. يا ترى حضرتك بلغتي الدكتور بالكلام ده؟ لا. ليه؟ لان بصراحه على بال ما طلعت فوق كان ادهم خلاص راح، وبعدين انا الصدمه شلتني ما كنتش عارفه اتصرف ازاي، كل اللي انا كنت بفكر فيه ان ادهم يدفن بسلام. وايه اللي خلى حضرتك بعد الفتره دي كلها تطلبي اعاده تشريح الجثه والتحقيق في مقتل ادهم بيه؟ أنا كنت عايزة أعمل كده من أول يوم، بس كنت خايفة. حضرتك برضه ما جاوبتنيش، إيه اللي فكر حضرتك بعد الفترة دي كلها؟ الوضع الجديد اللي أنا فيه ده مخوفني أكتر بكتير من الأول. وبتتهمي مين يا اسمة هانم؟ ولا حد. ليه يا ماما قلتي انك ما بتتهميش حد؟ لاني ما اقدرش اكد 100%، ما اقدرش اتهم حد كده. لا انا اسف يا اسمة هانم، بس مش ده اللي انا فهمته من كلامك خالص. خلي التحقيق ياخد مجراه، وبعدين انت مش بتقولي انك بتثق في الصخ شريف؟ كلامك ده معناه ايه؟ معناه ان ممكن تكوني بتشكي في حد تاني غير مراد يكون عمل كده؟ أنا جاي أعترف إني لأول مرة في حياتي أبقى مش فاهم أي حاجة من اللي بتحصل حواليا، ولو أي حد فيكم فاكر إن أنا أكون عملت كده يبقى اتجنن. هو ما يعرفنيش طول عمري إن أنا مستحيل أعمل حاجة زي كده. سعيد الزناتي، مرات أمين أدهم حفظي بتوع الجراند أوتيل، وقريت في الجورنال اللي اتكتب عن حادثة موت أدهم بيه، وعندي كلام مهم عايزة أقوله لسعادتك. قريتي في الجورنال؟
انت محتاجه جنون عشان تعرفي ايه اللي حصل؟ مش انت برضو متجوزه امين؟ يعني قاعده في الجراند اوتيل وعارفه كل حاجه؟ لا، ما هو انا غضبانه واخده ابننا وقاعده عند اهلي في المنيا، وما دريت باللي حصل افتكرت ليله ما ادهم بيه مات. يومتها حصل حاجه غريبه قوي فضلت معلقه في دماغي، بس زي ما حضرتك تقول كده يعني الزمن نساهالي. بس لما قريت امبارح في الجنون زي ما قلت لحضرتك افتكرتها كانها لسه حاصله، فقلت لازم اجي اقول على طول. قولي. وقتها ومن قبل ما ادهم بيموت كان امين حافي ورايا، عمال يقولي ان هو بيحبني في الرايحه والجايه، واي مكان اروحه في لوكاندا بيجيلي ويقولي كلام غرانيات وكده، وانا كنت بهزقه. بس من الواضح بقى ان هو جلده تخين وما بيزهقش. بس واضح ان تخنت الجلد جابت نتيجه، بدليل ان انت اتجوزتيه وخلفتي منه كمان. ما انا كنت فاكره ان الراجل اللي عايز يقيد لي صوابعه العشره شمع ويتمنى لي الرضا اول ما اتجوزه وابقى في حضنه هو هيبقى الامان بالنسبه لي، بس ده ما حصلش عشان امين طلع واطي. اول ما ربنا كرمه وطلع فوق وبقى غني بقى عايز يرميني انا وابنه، وعمل كده فعلا زي ما بقول لسعادتك، وكمان اتهمني بالزور. انا ما بقتش لايقه عليه. ياه، ده انت معبيه منه قوي. من اللي شفته منه هو وامه، ولما افتكرت اللي قاله لي يوم ما ادهم بيه مات وعرفت ان ادهم بيه مات مسموم مش موتة ربنا زي ما كلنا كنا عارفين، قلت عشان ربنا ما بيرضاش بالظلم هو اللي نور لي طريقي عشان اجي اقول لحضرتك واخد بطاري. وايه بقى اللي حصل يومها؟ انا قبلها بليله كنت متقله على ليله قوي في التهذيب. قبلها بليله انا كنت متقله العيار حبتين مع امين في التهذيب ومسح بيه بلاط اللوكار، وهددته ان لو ما بطلش زن هشتكي لادهم بيه. يومتها مشي من قدامي راسه مدلدله وبيبكي بدل الدموع ده. صحيت الصبح لقيته واقف لي على باب اوضتي وعينه بتطق منها شراره. صحيت الصبح لقيته واقف لي على باب الاوضه وبيقول لي كلام غريب قوي وعينه بتطق منها نار. بصيت يومها كانت قلقانه وخلياني عايزه اسمعها. قعد يقول لي اديله فرصه وانه في يوم قريب هيخليني سبت اللوكاندا دي كلها وهيعمل مني هانم زي اسمه وامان. طبعا انا ما صدقتوش، بس هو قعد يحلف لي انه هيتقلني بالذهب، وكل ما كنت اجي اساله هتعمل كده ازاي يقول لي هتعرفي في الوقت المناسب. يومها كان اول مره احس اني خايفه من امين بجد، وقلت بيني وبين نفسي الواد ده هيعمل مصيبه، وفعلا ليلتها ادهم بيه مات. وانت بقى بتحكي لي اللي حصل بينك وبين امين من باب انك تربطي بين اللي قاله امين وبين موت ادهم حفظي؟ هو سعادتك ازاي مش عايزني اربط؟ لما امين يطلع ابن ادهم بيه ويورث ويبقوا سيادوا اللوكاندا زي ما قال لي يبقى ما اربطش ازاي؟ بس انا المعلومات اللي عندي ان امين ما كانش يعرف ان ادهم بيه يبقى ابوه غير من وقت قريب. يعني كان ادهم حفظي مات وشبع موت. ده اللي هم بيقولوه. دي الطبخه اللي امين والست سكينه طبخينها مع بعض. انا عشرتهم وعارفاهم. لا الست سكينه مظلومه وغلبانه ومكسوره الجناح، ولا امين عبيط وهبل. انا عشرتهم وعارفاهم. طب انا هفترض ان استنتاجك سليم. ايه المنفعه اللي هتعود على امين لو ما قدرش يثبت ان ادهم حفظي يبقى ابوه؟ ولا تفتكري ان هو كان عارف بموضوع الاقرار اللي كتبه ادهم حفظي؟ وان هو خباه هو ووالدته لمده اكتر من سنه؟ او كان عارف ان ادهم بيه كاتب الجواب بس خايف يطلعه من اسمه ومراد فقالوا يعجلوا باجله، ولما عرفوا ان ضحى هي اللي سرقت الجواب قالوا دي بنت غلبانه لا حول ليها ولا قوه. ومين عارف؟ مش يمكن ضحى كمان طبخه الطبخه معاهم؟ ده انت رابطة الخيوط ومحللاها ولا كتاب الروايات البوليسية؟ عشان اتغدر بيا واتظلمت، وربنا ما يرضاش بالظلم. ربنا وحده هو اللي عالم ان انا ما كنتش طمعانة في امين. كل اللي انا كنت عايزاه ضل راجل. انا لا كنت عارفة ان امين هيبقى صاحب لوكاندا ولا هيبقى مع الفلوس دي كلها. بس حسبي الله ونعم الوكيل بقى. انا جاية النهاردة اشهد شهادة حق، وربنا شاهد على كلامي. وأكيد قالوا لسيادتك إن أدهم بيه بعد العشاء ما بيدخلش جوفه غير فنجان التالي واللي بيشربه اللي كان أمين بيعمله له ويطلعه له كل ليلة.
كدابه في كل كلمه قالتها لحضرتك. ورد دي واحده فجره وما يهمهاش حاجه في الدنيا غير مصلحتها مهما كان الثمن. والكلام اللي جت تقوله لحضرتك ده عن امين بتقول عشان تنتقم منه، لانه اخيرا فهمها على حقيقتها وطردها بره حياته عشان خاينه وغداره، فجايه بتنتقم. مع ان اللي عمله معاها مفيش راجل في الدنيا عمله مع واحده ست. ده كان استنتاجي من خلال معرفتي بيها ومن خلال تاريخ علاقتها بامين. بس احنا دلوقتي بصدد تحقيق رسمي في جريمه قتل، يعني اعتمدنا الاساسي هيكون على الادله والشهود والاعترافات والقرائن. على قد ما كنت مصدقه كل كلمه بقولها للاستاذ شريف انها حقيقه، على قد ما مت في جلدي من الرعب اول ما شفت اللي اسمه علي ده وهو بيبص لي. حسيت ان انا عايزه اجري بعزم ما فيا من كتر ما كنت خايفه منه. علي ده لسه حسابه ما جاش، بس كله باوانه. المهم كملي لي حكايه الظابط. ما انا قلت لك اول ما قلت له ان امين هو اللي طلع لادهم التليو عينيه لمعت. وكتب ده في المحضر؟ اكيد. وقلت له محل اقامتك بقى فين بعد ما امين طردك؟ زي ما قلت لي بالظبط، قلت له ان انا هطلع من عنده على محطه القطر وهروح لاهلي في المنيا. هايل. يبقى انت كده حبيبتي لازم تسيب اسوان في اسرع وقت. قصدك نسيب اسوان انا وانت؟ انت وعدتني انك مش هتسيبني. وانا قد وعدي، بس حبيبتي مينفعش اسيب اسوان دلوقتي خالص. خلاص يبقى انا هفضل مستخبيه هنا، وانا مش هروح في حته من غيرك. برضه انا بعمل كل ده علشان خايف عليكي، ما ينفعش حد يشوفك هنا حتى لو صدفة. مش همشي من غيرك، رجلي على رجلك. برضه انت خايفة ان انا اخضر بيكي تاني؟ اه، بس حتى لو خايفة ما عنديش حاجة اعملها غير ان انا استسلمك. تحت على الكوميدينو هتلاقي عقد شقة باسمك، شقة في القاهرة، شقتنا هنعيش فيها انا وانتي ونربي ابننا سليم يا ورد. بس انا مش هعرف اعمل كده غير لما ارجع حقي. هتسبقيني على هناك، هتلاقي كل حاجه في الشقه، وانا هبقى اتصل اطمن عليك انت وسليم. وما تخافيش مش هتاخر عليكي. هانت قوي يا حبيبتي. كلمتني البنت اللي اسمها ورد وقالت لي على الحوار اللي دار ما بينها وما بين أمين جوزها يوم وفاة أدهم الصبح. قالت لي على كل شكوكها. أنا كمان بصراحة ابتديت أقلق من ساعتها لحد دلوقتي، وأنا قلقانة بصراحة. هي أعتقد أنها قالت لك نفس الكلام مش كده؟ آه حصل، بس هو حضرتك صدقتيها؟ اه صدقها. ما صدقهاش ليه؟ ايه هتكون ألفت حاجه زي كده يعني؟ معلوماتي ان ليها سوابق في موضوع تأليف وخلق قصص ملهاش اي اساس من الصح، وده حصل اكتر من مره مع اكتر من شخص في الاوتيل، وحضرتك منهم. اه بس تقدر تقول لي هتعمل كده ليه مع جوزها؟ ده جوزها، ابو ابنها الوحيد، وكمان ده هيورث نصيب الاسد. يعني مش منطقي ان هي تفتح عليها باب الشكوك، وخصوصا زي ما حضرتك قلتي بقى ليك نصيب الاسد في الميراث. امين من اسبوع 10 ايام كده طرد ورد وقال لنازلي انه بيتبرأ تماما من ابوته للطفل. يعني الطفل ده مش ابنه. في الحالة دي طبعا حضرتك عارف ان ورد وابنها مش هيورثوا اي حاجة، وواحدة طماعة وجشعة زيها اكيد هتعوز تنتقم. يعني حضرتك بالشكل ده شايفة ان امين ممكن يكون هو اللي سمى ادهم بيه؟ حضرتك احنا كلنا اتعشينا في الريستوران مع بعض، ادهم اتعشى معانا، ما كانش عندنا
أي شكوى من أي نوع. وبعدين أدهم عنده عادة بعد العشاء دايماً يحب يطلع يقرأ شوية ويشرب فنجانتي اليوم وينام. وحضرتك متأكدة إن أمين هو اللي طلع فنجان التليومية؟ لا مش متأكدة طبعاً، لأنه أنا كنت تحت مع أصدقاء ليا، وعلى بال ما طلعت كان أدهم خلاص يحتضر. ثانية واحدة، أنا عايزة أوري لك. حاجة أنا كنت شايلاها. ده الفنجان بالتليو. حضرتك لسه محتفظة بيه من يوم الحادثة؟ ما أنا قلت لحضرتك إن أنا دايماً كنت شاكة إنه حالة الوفاة مش طبيعية. إحنا بعد ما خلصنا إجراءات الدفن ورجعنا الأوتيل، أنا دخلت الأوضة ما كانش حد لسه دخل، كل حاجة كانت زي ما هي. معرفش شفت الفنجان، كنت قلقانة. أخدت منديل لفيت بيه الفنجان من غير ما ألمسه خالص، واحتفظت بيه في الخزنة يعني. بعدين نسيت كل ده، ولما فتحنا الموضوع دلوقتي قلت أما أديهولك. هو الطب الشرعي مش ممكن يثبت إنه في سم في بقايا التليو اللي لسه لازم في الفنجان؟ أكيد. طيب لو الطب الشرعي يقدر يثبت ده ونقدر نتأكد إن أمين هو اللي قدم فنجان التليو، يبقى أنا كده لازم أتقدم ببلاغ رسمي إن أمين ابن سكينة هو اللي قتل أدهم، صح؟ طيب أنا هطلب تحليل المادة اللي جوه الفنجان، وفي نفس الوقت أحلل البصمات اللي عليه. ده زي حضرتك ما قلتي لو ما كانش حد لامسه من ساعتها. إطلاقا. في حاجة تانية حضرتك حابة تقوليها؟ لا. عن إذن حضرتك. اتفضل. عظيمة يا هاني. أنا بقى عايز أفهم، أنت إزاي خطر على بالك تاخد الفنجان ده؟ ده في دليل إدانتك. دي كانت خطة بديلة يا هاني، مفكرت فيها وقتها. قلت علشان الجواب لو وقع في إيد أمين وأمه لأي وقت قبلنا بأي شكل من الأشكال، يبقى معانا دليل اتهام يثبت في الوقت المناسب ان امين هو اللي سمى عمي. وبكده هاني بنقدر نحرمه من حقه في الجراند اوتيل. مش هقدر اقول اي حاجه غير انك انت شيطان. انت شيطان. مش انا لوحدي يا اسمه هاني، بلاش تواضع. المهم دلوقتي يا هاني ان كل حاجه ماشيه زي ما خططت لها بالظبط، كل حاجة هترجع زي الأول وأحسن كمان. مبسوطة مني هنا؟ أمين، على حد علمي إن أنت كنت متعود بتطلع فنجان التليو اللي أدهم بيه الله يرحمه قبل ما ينام، مش كده؟ طيب أنت فاكر إن أنت يومها اللي طلعت له فنجان التليو قبل ما ينام؟ Thank you.
خلي بالك من نفسك ومن الولد، وانا هبقى اتصل بيك اطمن عليكم اول ما توصلوا. انا قلقانه قوي. قلقانه من ايه؟ هناك أأمن من هنا بكتير يا ورد. هناك بيتنا الحقيقي، بيتك اللي باسمك وفي حي من أرقى أحياء مصر، وأنت بنفسك هتشوف البيت قصر يا ورد. ولو في أي حاجة مش عاجباكي أو في أي حاجة ناقصة اشتري كل اللي نفسك فيه. أظن معاكي فلوس كفاية صح؟ بتوحشيني أوي لحد ما أشوفكم تاني. خلي بالك من نفسك، وكمان هتلاقي على الكوميدينو جنب السرير كارت أنا سايبهولك عليه اسم مدير البنك اللي قدام البيت. هتروحي له هو يشرح لك الحسابين اللي أنا فتحتهم، واحد باسمك واحد باسم ابننا سليم مراد حفظي. وأول حاجة لازم نعملها يا وردة أول ما انزل القاهرة إن إحنا لازم نطلع له شهادة ميلاد عشان يشيل اسمي ونتجوز، ونفسي أعوضك على كل الغلط اللي عملته في حقك لما سبتك ورحت للخاينة اللي بعتني وبعت أمها علشان كلب زي علي. ونفسي كمان أثبت لك إن أنا حبيتك أكتر ما أنت حبيتيني بكتير، وأعوضك عن أي حاجة وحشة عملتها في حقي.